حالة اعتقال أخرى نلاحظها، وبالتالي والحالة إذن الرابعة، الحالة الخامسة، إذن اعتقالات بالجملة. هذه حالة هكذا يتم الاعتقال، خامسة، السادسة، السابعة، سبع حالات اعتقال إلى حدود اللحظة تم اعتقالها الآن. سأحاول تقريب الصورة أكثر، هي في هذه الزاوية هنا، يتم الآن اعتقال الطالبة هنا في الحظر الجامعي، وهكذا سيتم السير بها في اتجاه مكان الاعتقال، اعتقال آخر كذلك هنا. إذن هكذا كما قلت سابقا، لا نتحدث عن حرية المرأة بل نتحدث عن حقوق الطالب والطالبة وعن حقوق الحرم الجامعي أولا. إذن الاعتقالات بالجملة، شخص آخر كذلك يتم اعتقاله الآن، بمعنى كما قلت سابقا الحاجز البشري، سيتم اعتقال كل من يقف في هذه الحواجز البشرية حتى يتم خرق أو اختراق الطلبة والمتظاهرين. هذا هو الشخص، هذه السيدة التي هي الأخرى تم اعتقالها، سيدة أخرى كذلك. إذن في الدقيقة الأخيرة ثلاث طالبات تم اعتقالهن في عملية اقتحام المخيم أو الاعتصام هنا في جامعة كاليفورنيا غرب لوس أنجلوس. الغاز المسيل الدموع يسيطر على المكان، لكن الغاز من الطرفين، من الشرطة وكذلك بعض الطلبة يملك الغاز ويرمي. هناك اعتقال لشخص آخر. أوكي طيب محمد،